حبيبي عن أهلي حكاية وعن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي. وما أجمل أن نعود ونحلق فوق سماء بلادنا الحبيبة فلسطين، ما أجمل أن نعود ونرى تلك القرى وأهلها. لماذا هم صامدون على هذه الأرض المباركة؟ أحييكم، أنا جمال الشريف من كنار تي في صوت العرب من كندا، واليوم سنتحدث عن منطقة حدودية تقريبا مع الخط الفاصل بين ما احتله الصهاينة في 48 والضفة الغربية. هذه المنطقة التي يعاني أهلها الأمرين، ولكنهم صامدون لنعرف لماذا صامدون، لأنهم يأكلون العكوبة والصبر، لأنهم يعيشون وينبتون في هذه الأرض. اليوم معي وبكل شرف أتشرف بوجود الأخت شامية خالد سرور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك والمشاهدين والمستمعين. الأخت شامية هي ناشطة نسوية وأول عضو نسوي في مجلس بلدية نعلين، أكثر من 40 دورة تدريبية أخذتها خلال الفترات الماضية لتحاول أن تكون فاعلة في المجتمع، تتابع قضية جبل العالم وعملنا عنها حلقة كاملة، التي هذا الجبل الذي بحاول الصهاينة احتلاله وأخذه ووضع اليد عليه لعمل مستوطنة هناك، ولكن الشباب والصبايا مثل أخت شامية متصدون لهذا العدوان، وإن شاء الله سيبقوا عالين كما هذا الجبل. أهلا وسهلا بك يا أخت شامية. أهلا فيك أخي جمال، تشرف بوجودك بحضورك معنا. حدثيني عن الاسم شامية، الاسم نادر ولكنه كبير وجميل، لو تعطيني بس سريعا النمذة. تسلم، الله يرضى عنك. شامية اسم يعني عريف بالنسبة إلى بلاد الشام، لكن الوالد اختار لي لأن على اسم جدته أم العالم أو أم لسيدي. كان إلي الحظ الكبير، كان إلي الشرف والحظ الكبير إني أنا أخذ لقب اسم جدته لوالدي. ما شاء الله، الله يعطيك ألف عافية. طيب بدي أسألك الآن، أنت الآن معنا مباشر من مدينة نعلين صحيح؟ أيوة نعم، هي بلدة بين المدينة والقرية، بلدة تعتبر بلدة. حلو. موقعها الجغرافي لو تحكينا، أين تقع هذه المدينة؟ موقع نعلين الجغرافي الحالي غرب مدينة رام الله، 27 كيلومتر غرب مدينة رام الله، لكن الأصل موقعها التاريخي هي تابعة لمدينة الرملة، لواء الرملة، قضاء اللد، الرملة التاريخية لفلسطين التاريخية. احنا يعني بنعترف دائما انها نعلين دائما وابدا ستتبع للمدينة التي تنتمي اليها قبل 48 وما زالت. طيب، اللي هي احنا شايفين الان بعدها عن رام الله فقط يعني يمكن 20 كيلو، 27 كيلومتر غرب 27. مدينة رام الله. وهذا الخط هو الخط الحاجز صحيح، أو خط 48؟ خط 48 المقام على أراضي النعلين، يعني هم اقتطعوا جزء من المنطقة ووضعوا عليه الخط صحيح؟ نعلين لما أراضيها 58 ألف كيلومتر، في 48 خسرت 40 ألف كيلومتر، أقاموا عليه الحدود والخط الأخضر، ما يسمى الخط الأخضر، لرسم لطمس الهوية وطمس الأرض وأماكنها وحدودها وأثارها. أقام الخط الحاجز هذا عشان طمس أثار الكرة والخرب الموجودة في نعلين، تابعة لنعلين. يعني نعلين خسرت 40 كيلو متر خلال النكبة، يعني تقريبا أكثر من النصف، ثلثين. يعني بقي لنعلين 18 ألف كيلومتر. الاحتلال صادر في بداية الثمانينات من القرن الماضي 10 8 كيلومتر،
وكمان 4 كيلومتر من 4000 4000 8000 كيلومتر في بداية الثمانينات في القرن الماضي، وفي الحوائط في الشارع الاستيطاني والجدار الفصل العنصري 4000 دونم، بقي لنعلين فقط 8000 دونم، منها فقط 1000 دونم في منطقة بي، تصنف في منطقة بي حسب تصنيفات أوسلو، و8000 دونم 10000 دونم بقي إلها، 1000 دونم فقط لمنطقة بي اللي هي يسمح لها البناء، و8000 دونم هي خاضعة لسلطة الاحتلال اللي هي منطقة سي طب حسب بالعكس، تصنيفات أوسلو. انا معلش بدك تعذرينا بس اشرحي لنا شو بي وسي وايه، لانه يمكن في ناس كثير ما بتعرف في الخارج. احكي لك الصراحة. طيب، منطقة سي منطقة بي اللي هي يسمح للمواطن الفلسطيني البناء والاستصلاح الأراضي فيها والزراعة. منطقة سي تعتبر منطقة الاحتلال يسيطر عليها ولا يسمح لأي فلسطيني استثمارها حتى في الزراعة، حسب تصنيفات أوسلو، اتفاقية أوسلو اللي لم توقعها مع الاحتلال في بداية 2000 في فهمت. 1992. وانتو معظم الاراضي تبعت نعلين في سي. أيوة، كل نعلين سي إلا 1000 متر، 1000 كيلومتر فقط، بي مع تعتبر انتو تصنيف بي. يعني ما بتقدروا تبنوا على خاطركم او تستصلحوا لا اراضي او لا لا، تزرعوا؟ حتى لو إن حتى يعني في بيوت يعني منطقة بي عليها ترخيص أجاها اختارت بالهدم. يا الله يا الله. طيب احكي لي عن التسمية، ليش سميت هذه البلدية بنعلين؟ الاسم غريب يعني، وخاصة البلدة إخواننا في دول ثانية بقول لك شو هالاسم هذا؟ نالين معناها البيت العالي، بلدة كنعانية تسمى البيت العالي لأنه هي أول ارتفاع للامتداد السهل للساحل الفلسطيني، أول ارتفاع من جهة الشرق لمدينة اللد والرملة، اوكي فاسمها يعني البيت العالي أو البيت عنين. هي بلدة اوه، كنعانية تسمى البيت عنين أو البيت العالي. من هنا جاء الاسم بيت علين. أيوة، نعلين بكسر النون الأولى، نعلين وهاي المدينة كم عمرها تقريبا؟ كم ألف سنة؟ هي تقريبا من الحضارة النطوفية، يعني أول من سكن فلسطين الحضارة النطوفية هي كانت موجودة نعلين، لأنها حدها من توسط أراضيها من جهة الشمال وادي النطوف اللي يوجد أثرها في مغارة شقبة، وكمان في منطقة غرب البلد في منطقة 48 الاحتلال للأسف احتلها في منطقة 48، هي مغارة فيها نبعة، النبعة هذا أول من زرع، أول من استحدث الزراعة وزرع حوالين ضفاف الوادي النطوف هم اللاطوفيين أو وادي الحضارة النطوفية، فكان هو أول من سكن المنطقة هاي، ومنها جت كثرت البلد وسكنوها الناس. يعني الحضارة النطوفية كانت بين 15,000 سنة قبل الميلاد إلى أيوة، قبل المجيء 11، قبل مجيء سيدنا المسيح عليه السلام، يعني بتحكي عن آلاف السنوات ما شاء آلاف الله. السنين، قبل 10000 قبل مجيء المسيح عليه السلام، قبل الميلاد، وما وطيب زالت الآثار موجودة، وما زالت الآثار موجودة لحتى اليوم. اللي بتثبت وجودهم. طيب أي احنا نعم، بدنا نتعرف اكثر عن نعلين، بدنا نحكي عن ثقافتكم وعن زيكم، خلينا نحكي عن اللبس تبع نعلين. ايش ايوه السيدات؟ لانه الرجال يمكن بيلبسوا تقريبا نفس اللبس، بس السيدات اللي عندهم الزخارف، ايش السيدات بيلبسن؟ انا بدي احكي لك عن التاريخ، يعني قبل يعني فتره الست الفلسطينيه في نعلين هي اللي بتلبس دائما الزي الثوب الفلسطيني، وبتميز الثوب الفلسطيني في نعلين انه قليل الالوان، ما في الوان كثير، يعني تعتمد الست الفلسطينيه في نعلين على لون او لونين فقط الا ثوب العروس، ثوب العروس بيكون طبعا فيه زخارف اكثر، اما السيده المتزوجه فبكون لها الثوب فيها بس لون واحد للحرير المطرز، وكمان هذا يعني عرضية الثوب لون الثوب بيكون يا اما سكري او ابيض غامق، يعني مش ابيض يعني سكري بين البيج والابيض والاسود، اغلب النساء يعني تقريبا هذا اللون. احنا شايفين هذا الزي اللي لونه احمر وزي ما حكيت ايوه سكري هيك. ايوه هذا الثوب بتميز، هذا الثوب العروس الثوب الابيض هذا
الثوب الستر، بس هذا الثوب الملون كانت اوكي الست البن هاي كانت الست لما بنتها تخطب كانت تخيط لها بتطلع معها هذا الثوب، يعني من كسوة العروس. هذا يعني هذا للعرس هذا. لا هي مش للعرس، لا ما كانت تلبس يعني لبس خاص، هي الملكة والحبر يعني الثواب هذيك للأسف ما لقيت زي أن أوثقها وأصورها، لأنها جمعوهم في متحف وأنا ما قدرت أوصل للمتحف إن أصور أو أوثق هذه الزي إذا هذا تحضير للخطبة أو نحكي للعرس هيك للعرس. لأنه أي للعرس. وهذا ملون وزركش وكله هذا تصنيع يد يعني تطريز يد. طبعا تصنيع اليد، ما هي ام العروس لما كانت تخطب بنتها، اول ما تخطب بنتها تبدا اول شيء بتجهيز الثوب لإلها، هي وياها كانت ترزيه. وهذا تقريبا كم بأخذ تطريز وقت؟ ما هو حسب يعني تقريبا شهرين ل3 شهور. يا الله، لأنه في إبداع يعني، حتى يعني لو ماكينة يمكن ما تسوي هاي ال 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 بإتقان يعني الثوب، يعني كمان في ناس يعني بشلبكوا شلبكة، بس إحنا حبة حبة الست اللي نعلنية تخيطه هاي. كمان هذا كمان ثوب للعروس، يعني الألوان الأثواب الألوان الملونة يا إما بتكون للعروس يا إما أم العريس اللي بتلبسها في زفة ابنها وفي العرس. اوكي، يعني هذا له كمان مناسبات خاصة يعني ما بتقدر هاي تلبسه طبعا بأي شيء. طبعا لما ام العريس يخطب ابنها بكون اغلب الوقت كانت الخطب بتكون بشهر نوفمبر او 11 او 12، كانت تبدا في فصل الشتاء تجهز الثوب عشان تلبسه بمناسبة العرس في فصل الصيف. حلو حلو فكانت كل الله. ولد إلها يتجوز لازم يكون إلها ثوب خاص، يعني ما تلبس الثوبين الثوب في العرسين. كمان يعني كل واحد له يا ما شاء الله طبعا يا طبعا عيني. طلعوا يا جماعة الدقة، الدقة في الألوان والأشكال والزخارف، يعني إشي صراحة أكثر من جميل، إشي أنا منصدم صراحة من الدقة في الألوان، يعني في تصوير تناسق رائع. في الألوان. يب هذه طبعا طريقة التطريز عن قرب، شايفين كيف ال أيوة يب. طيب كانوا يدخلوا فيها النباتات والطيور وال شايف عصافير، صحيح صدقتي. طب أيوة. هذا شو هذا، احكي لنا عنه شوي. هذا كمان ثوب، هذا الأرضية كله اللون الكحلي واللون الغامق مونس بيجعلونين، يعني طبة الحرير بتكون فيها لون أفتح من لون، اوكي هي اسمه غامق مونس بيقولوا. وهذا هذا كمان ثوب، هذا الثوب الفاتح الحرير الفاتح بيحكم اوكي لإله. هذا مشهور في المناطق اللي قرب نعلين ولا بس لنعلين يعني؟ لهذا تتميز فيه بس نعلين، لأن الكرة الثانية مثلا بترزوا على اللون الأرضية أزرق أو أخضر أو بنفسجي، يعني إلا نعلين ما بترزش إلا بس اللونين هذول، اللون الأسود واللون السكري، ومرات بيكون كحلي. طب احكي لي عن السيدة النعلينية، أنا يعني بسمع كثير إنه الجمال والرقة واللبس السيدة النعلينية، هل تسلم فعلا هذا؟ تسلم، مشكور من ذوقك هذا. الست النعلانية جاي بعزها بصدق من عز جوزها، زوجها كثير بعززها، يعني هذا فضل ربنا إن الرجل النعليني بحب زوجته وبحبش يتعبها، يعني بقدر الرجل النعليني يعني يقدر يشتغل ليل نهار، بس المهم زوجته تكون، يعني لأنه بيحكي هي مرايتي وهي عزي، فبدي أشوف العز أنا بشوف على زوجتي. يا عيني يا عيني، الله يحفظ لكم رجالكم ونسوانكم وأولادكم، وإن شاء الله نزوركم يا رب في نعلين إن شاء الله وننبسط بتشرفونا والله. بشوفك الوجوه الطيبة يا رب. تسلم، الله يرضى عنك، بتشرفنا والله دكتور جمال. الله يحفظك. يعني إحنا تسلم. أخذتينا في منحنى جميل جدا، لكن أنا صراحة سمعت كثير عن الأكل في نعلين، بس قبل ما أبدأ في موضوع الأكل بدنا نحكي عن الزراعة، الزراعة في نعلين مشهورة. احكي لنا طبعا شوي شو أهم المنتجات الزراعية في نعلين. احنا عندنا الزراعة تقسم ل3 أقسام، الزراعة اللي هي مستورثة مثل الزيتون والخروب والتين، يعني ورثناها عن آبائنا، وفي زراعة موسمية صيفية وفي زراعة موسمية شتوية. الزراعة الموسمية الشتوية اللي هي القمح
البيكة، العدس، الفول. كمان هاي تستهلك محليا، ورغم إنها قلت لأن عدم وجود أماكن للرعي، اللي اضطر فلسطين العلين، الإنسان العلين الفلسطيني يبيع يعني الماشية اللي عنده، لأن ما في تبقى أرض اللي يرعى فيها، وإذا رعى فيها فهو مهدد بالضرب أو مهدد بالاعتداء عليه من قبل المستوطنين. أما الزراعة الصيفية فهي عن المقاثي اللي هي الفقوس، الخيار، الكوسة، البامية، الكرع، أيضا تستثمر محل، تستهلك محليا وأيضا في الأسواق المحلية، لأنها تعتبر نعلين منطقة تجارية صناعية كثير طب أهلها في شيء مهم في نعلين سمعت عنه، الصبر. أيوة الصبر. احكي لنا شوي عن الصبر، هذا له قصة يعني مع نعلين، نعلين. طبعا نعلين يا صبر هو من زمن، يعني من قدم الأجداد كانوا يعتمدوا كثير على الصبر، ويكون هو مصدر رزقهم بالإضافة للزيتون. كانوا يتاجروا مثلا، يلقطوا بالنهار بالليل ويصبحوا مثلا من أذان الفجر على القدس، كانوا يروحوا يبيعوه في القدس وفي يافا وفي سوق اللد، وكان مصدرهم يعني موسمي. أما في الأماكن الثانية يعني حتى الآن، أما حتى الآن هم يعني للأسف صاب قبل من سنتين فيروس، وللأسف يعني عجز الكثير إن من علاجه. هذا الأبيض اللي بيطلع عليه، صحيح؟ أيوة نعم. بالضبط، هو هذا. طب في عندكم إشي مهرجان للصبر أو إشي للصبر؟ إحنا عندنا مهرجان سنوي كان بالصبر، كان نقيمه من برعاية البلدية ووزارة الزراعة في القلعة، كنا في قلعة الخواجة نعمله كل سنة، ونجيب وطبعا يعني لما في بتحكي كمان، نعم، كملي 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 وكمان كملي. في سوق النطوف، كمان في إحنا عندنا كمان سوق النطوف للمنتج المحلي مثل الصابون، منتجات الزيت، الزيتون، كل شيء منتج محلي. وكمان من الكرة الثانية كنا ندعو الكرة الثانية على هذا السوق في الموسمي اللي هو مهرجان الصبر، وكمان في سوق اسمه سميناه سوق النطوف نسبة للمنطقة اللي احنا ساكنين فيها اللي تحمل حضارة النطوفية. أختي شامية، ليش لما ينادوا على نعم الصبر بنعليني يا صبر؟ يعني شو معنى؟ ليش يعني؟ ليش ما يحكوا مثلا بيت لحم يا صبر أو إشي؟ إيش معنى نعلين؟ والله والله هذا بيرجع لأن أول إشي نعلين تشتهر بالصبر، وصبرها يعني اللي بتذوق صبر غير صبر نعلين بيشعر الفرق. يعني إحنا أهل نعلين ما بنشعر بالفرق لأن إحنا تعودنا على طعم الصبر نعلين، بس اللي بذوق صبر غير نعلين بيجي بيلبس الفرق إنه نعلين يا صبر. فلما الواحد يعني يكون من تلحم يا صبر، بدرساوي يا صبر، يعني قلما مثلا، يعني مع احترامي لجميع المناطق وجميع القرى المذكورة، لكن ما يكون في عليها ترويج صح. لما يكون علين يا صبر بيعرف ان هذا مصدر الصبر انه موثوق فيه، يعني هذا يتميز الماركة، بحلاوته لانه بترضى عنه. يعني ايوه انت زي خليل يا عنب، موز ايوه، حاول موز، يعني اي شيء تقليد، هذا هو يعني الاصل. هذا يحكي جنين يا جنين يا عنب، يعني ما في، ما يعني مش الماركة الأصلية، بس صحيح صحيح. بما تمتاز الخليل من عنبها الجيد، يعني تعتبر نعلين بصبرها الجيد. صدقتي والله، شاهدتينا على هالصبرات، يعني ان شاء الله بناخذ والله منها. بشرفنا دكتور، بشرفنا، طيب الله يرضى عنك الاكلات يا رب، إن شاء الله المشهوره، بتشرفنا. تسلمي، في اكلات مشهوره في مدن كثيره بفلسطين، بس نعلين إلها اكلاتها الخاصه اللي ما بكلها تشتهر، حدا غير. نعم أيوة طبعا، أيوة نعلين تشتهر بأكلات خاصة. هاي أكلة الكراديش بكلها بالفلاحة باللغة الفلاحية، أو الكراديش بالمدانة اللي هاي الكراديش بالزعتر، وبحط فيها زيت زيتون مع العجين الخامر، بعجنهم مع بعض وبخبزهم. هذه أكلة كراديش الكراديش اسمها. بتكون في فصل الربيع، أكلة نعلينية في فصل الربيع. يعني هي في للفطور هذا للغدا؟
للفطور. فطور تعتبر فطور كأنها هي. معجنات يعني. اوكي هاي هي، في الفطور. يا عيني يا عيني. ايوه، وهاي شو هاي؟ هاي الكشكية نعلين تشتهر فقط نعلين من دون الكرة الفلسطينية بأكلة الكشكية أو طبخة الكشكية. هاي مكوناتها اللي هي القمح المجروش واللبنة وملح وفلفل أخضر، بيعجنوا مع بعض، بخلطوا مع بعض وبكرسوا وبحطوه بالشمس بجيف. هلا هم يعني في ناس بتطبخ على يعني بعد ما يجيف على طول، وفي ناس بتخبيه للشتاء لأن هاي بتكون أكلة شتوية أو صيفية، بس بالصيف بنعد هاي بالصيف لأنها بتكون درجة الحرارة عالية وبتكون متوفر الحليب وبالروبة اللبن بتكون أصح وأحسن، يا عيني يا عيني، تصنع في شهد. الصيف وتوكل في الحليب. وكمان ما فيش إلها يعني وين ما كان بتحفظ يعني لها، في عشان ما فيها مواد حافظة يعني تقعد شهور وسنين بدون ما تخرب. اوكي، فكرة حلوة. وهاي شو هاي؟ العتشوب. هذا عتشوب كمان نعلين تشتهر بالعتشوب. هي ما فيها عتشوب، بس احنا بنستورده من يعني. نابلس. العتشوب يعني عدة كرة يعني ما اوكي، بيرقوها. هذا يعني يعني تعتبر الطبخة المميزة في نعلين هي العتشوب. لما واحد بده يجي عند عزيز، ضيف عزيز، بيطبخ له عتشوب. هو نوع من انواع الشوك، صح؟ هو شوكي هيك. ايوه عتشوب. طبعا، اوكي بس لا، هاي الصبر، هاي الشوكة بتكون يعني هاي بايت عنها يعني، أو مستوية كثير يعني. هي في بداية العتشوب إحنا بنلقط بنشتريها اوكي زي هيك بكون. وبنطبخها مع اللحمة. لا، هاي أيوة زي هيك اوكي، زي هيك وهاي بتكون. الطبخة، هاي الطبخة بتطبخوها مع لحم ولبن يعني؟ لا، هاي عيدامها على الشوربة فقط، وإحنا اوكي. نحكي لها عيدامها. ومرات مرات كمان بنطبخها البيض يعني، هاي بتكون زي اللي على الفطور. العتشوب اللي بتكون يد يعني البيض اللي فيه طريق بنطبخها مع البيض. يعني اللي بدروه على نعلين لازم ياكل صبر وعتشوب وعتشوب كشكية وكشكية، هدول الثلاث اذا ما اكلهم معناها ما زار نعلين. ويفطر على كراديش وكمان على شبابات. الكبة النعلينية تختلف ايوه، عن شو الكبة، بتفرق؟ أي كبة في يعني شو اللي هي بتفرق هاي؟ الكبة النعلينية. لا، الكبة النعلينية بالعجين وبتنشوى اوكي بتنسلك، وكمان بعد السلك بتنشوى أو بتنكلى. ما شاء الله ما شاء الله. اللي هي انا اعتقد هاي هي ولا لا؟ هاي لا، هي. هاي كشكية اللي هاي كشكية لا هاي اللي هاي الناس فيها. كشكية، وهي ناشفة وهي جافة. اوكي فهمت عليك. طيب خلينا نحكي عن شخصيات مشهورة في نعلين، يعني اكيد نعلين اخرجت شخصيات بتعتزوا فيها وكلكم بتحكوا عنها. احكي لنا عن شخصية أو حدا مشهور في نعلين. اللي هي الشخصية البارزة في يعني في الحدث الأكبر اليوم، لأنها الأراضي المهددة بالمصادرة تحمل اسمه، اللي هي الشيخ محمد العالم. الشيخ محمد العالم انولد قبل تقريبا في أواخر القرن التاسع عشر، 1880 انولد. التحق بكتاتيب القرية ومدارسها. هلا هو صار كمان عمره كمان تقريبا 12 سنه، والده اخذ على مدينه اللد علشان يكمل تعليمه. على فالمدير المعارف وقتها عينه لما عمل الاختبار، لانه كان حفظ القران الكريم واحاديث النبويه والفيه ابن مالك. ما فلما شاء الله. اختبر مدير المعارف قال لأن ابنك انت، انا بدنا ندرس ابنك اشي انت هو دارسه، احنا بدنا ندرس في مدارسنا اللي ابنك دارسه. فتم تعيين استاذ في قريه قبيه مجاوره لنعلين، كان عمره 12 سنه، اوكي درس تقريبا سنتين او 3 سنوات في القريه، في قريه قبيه. ف
ففي شهر نوفمبر الف شهر نوفمبر في إحدى السنوات بعد موسم الزيتون، والده كان يبيع الزيت في اللد، فكانت في زفة ماركة في السوق، فحكى لهم إيش ليش يعني هالشباب قاعدين أهلهم بزفوا فيهم يعني لسه صغار، فحكوا له هذا بدهم ياخذوا أهل بلادهم على بزفوا فيهم علشان بدهم يودوهم على الأزهر يدرسوا. ما شاء الله، أوكي. فحكى أنا طب أنا بدي أدرس ابني، بدي أكمل ابني إعدادي أو أكمل الدراسة أو الدراسة في البلد، ما ركبلوش، أنا بدي أدرس ابني في الأزهر. فحكى له أخذ مفتاح المدرسة وطلع على وزارة المعارف في يافا، فحكى لهم أنا ابني بدي عينه أستاذ بداله، وأنا لأن ابني أنا بدي أوديه على الأزهر. ومنها انطلق الشيخ على الأزهر، يعني أبو بعث على الأزهر، درس 4 سنوات، حصل على الشهادة العالمية في الشريعة الإسلامية، وكمان شو اسمه في خلال هذه ال4 سنوات رجع على البلد. هاي هي الشهادة العالمية، هاي هي اللي أيوة بتحكي الشهادة العالمية بدرجة علامة، عنها. أوكي. لأنه في ملاحظات المشايخ اللي وقعوا على الشهادة إنه كاين طالب مميز، كاين يعني بجد واجتهاد كان يدرس، ما كانش يعني مش هالطالب، يعني تقريبا ال7 سنوات درسهم في 4 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا اللي على اسمه سمي جبل العالم اللي موجود لا الآن. هو أخذ اللقب العالم من العلامة من الأزهر أوكي الشريف. هلا لما أوكي رجع على البلد، عينته وعينه في كان الحكم العثماني وقتها، عينوه إمام وخطيب لمال منطقة شرق الرملة، وكان إمام وكان يكتب عقود الزواج، كان يكتب وأوكلوه كمان مهمة تسجيل المواليد وتسجيل الأراضي، الطابو بما يعرف اليوم في وقتنا الطابو. يس. فهذه مكنت الناس إنها تحافظ على أرضها، خصوصا بعد نكبة 48، الناس كان هو مرجع للناس اللي تهجرت إنها تثبت نعم. ملكيتها للأراضي اللي هجرت منها، وكمان كان مرجع لو مكان ولادتهم، لأن الاحتلال لما كان أي إنسان بده يروح ياخذ وراك إشي كلها ثبوتية، وراك ثبوتية إنك وين انولدت، اوكي. فكان اللي هو المرجع لهذه الناس وترجيع الناس لحق الأرض لحق أصحابها. ما شاء الله. لحتى وبعد وفاته كمان، بعد وفاته يعني كانت في جميع الأوراق عند أبوي وعمامي، ويرجع الناس اللي بده يجيب أوراقه من الأردن، يطلبوا من الأردن، يطلبوا من الدول الثانية يعني المهاجرين، يطلبوا أي أوراق ثبوتية كانوا يلاقوا عند سيد الله يرحمه بإرث سيدي. احكي لي. وسمي الجبل اللي مهدد بالمصادرة بجبل العالم نسبة لهذا الاسم. وطبعا احنا عملنا حلقة كاملة مع الأستاذة هالة سرور اللي تكلمت عن معاناة أهل النعلين أيوة ومحاولة الصهاينة لأخذ هذا الجبل وبناء مستوطنة عليه. بدعو الجميع أيوة أنهم يرجعوا للحلقة عشان يعرفوا ما هو جبل العالم وما هي معاناة أهل نعلين للحفاظ، او كيف يحاول اهل نعلين للحفاظ على هذا الجبل، حتى مش محاولهم، بقاوموا كل ليله بالنهار بدون توقف. الله ينصركم يا رب. إن شاء الله. انا بدي اسالك سؤال، يمكن يكون هذا السؤال كل واحد يساله، معاناه اهل نعلين، يعني احنا شايفينهم في نص البلد في جدار بالصوره هاي، في الصوره هحطها زي ما انتم شايفين، في نص البلد في جدار، إيش هذا الجدار؟ شو قصته؟ جدار الفصل العنصري بدأ الاحتلال في نهاية في تقريبا بداية الألفين و2000، اقتطاع الأراضي من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، يعمل فصل عنصري ما بين الاحتلال 48 و67، مش على الحدود 67 و48 لا، بل أخذ أراضي كمان من أراضي 67 عشان أضم أراضي أكثر. نعم. فكان أهل نعلين، كان أهل نعلين هبة أهل نعلين، مش لما وصل الجدار لنعلين نفسها،
بدأ بالتضامن مع أهل قرية بودرس في بداية نعم الـ 2004. بدأ الجدار في محافظة رام الله تقريبا من قرية بودرس المجاورة، فكانوا شباب نعلين كل يوم جمعة ينزلوا الجميع يعني بالسيارات بالتضامن مع أهل القرية، لأن كان المسار الجدار ياخذ ثلثي البلد. ما ف شاء الله. من يعني اشتداد احتدام الصراع ما بين المتظاهرين والجيش، تم تأجيل بناء الجدار هذا وتعديل المسار لخلف، يعني ردت أخذوا كمان كثير، رجعت الأراضي لأصحابها يعني مش المخطط الأول، رد عملوا مخطط ثاني. لما وصل نعلين 2004، نعلين هبت يعني الدفاع المستميت عن أراضيها، لأنها يعني راح تقطع أراضي كثيرة منها. فمن كثرة الاشتباكات، وأهل نعلين اليوم يعني أهالي بيتا مشكورين، والله يكون بعونهم ويكون يعني معهم وينصرهم. هاي الطرق اللي نعلين استخدمتها في 2004 ضد الاحتلال، اللي هي إرباك الليلي والإرباك نعم بس أتزعج لأنه بتروح الصورة. الإرباك الليلي اللي كان الفلسطينيين في نعلين يعملوه للمستوطنين وللاستيطان، وكمان اللي بيشتغلوا على الجرافات، لأنه نعم يعني هاي ما يعني هاي فيها يا حياة يا موت، يا بتاخذ أرضي بتاخذ روحي. طبعا فكان تعديل مسار الجدار كمان أعطى، تعدل أكثر من مرة. ف 2004 ل 2008 الاحتلال ما اشتغل بالجدار، للأسف رجع في 2008 الشغل بالجدار مرة أخرى، لكن مش بالشيك، لأن الجميع في بودرس والقرى الثانية كان عبارة عن شيك. في نعلين بنى إسمنتي، كان الجدار مبني ومجهز، وجاء بس حط الأرضية وبيوم وليلة حط الجدار، لأنه كان جاهز في المبنى مجهز. وللأسف يعني كانت ليل نهار المقاومة، وارتقى، لا نقول سقطوا بل ارتقوا إلى ربهم شهداء، 5 شهداء منهم أطفال ومنهم قادة، يعني في قائد يعني كان قائد ميداني رحمة الله عليه عقل السرور، يعني بشهادتهم هم مش بشهادة الفلسطينيين، إنه يعني كان هذا لا يهدأ يا الله. ولا تهدأ نعلين إذا دخل الاحتلال لحتى يومنا هذا. لكن الجدار التهم أرض كثير، وكمان في للأسف أنهم يعترفوا أن الأرض اللي داخل الجدار للفلسطينيين، بس هاي إحنا بدنا نعملها بس عشان ما تتسللوش، ما تدخلوش على الأرض 48 أو أراضيكم. بيعطوا للأسف الاحتلال بيعطي عشان يعني هاي قصة يعني مش مستحدثة، هي قديمة متجددة، اللي هي في كل الأماكن التصريح نعم التصريح التصريح نعم تصريح العمل، أو إن حسب الموسم حراسة الأرض لقطة الزيتون قديش بعطيها، بعطي فقط للي أعمارهم فوق ال 60 سنة. طب اللي فوق ال 60 سنة لا يستطيع، لو كمان يا إما أقل من 10 سنين بعطوهم تصريح، أو فوق ال 60 سنة. لكن للأسف هذا ال 60 سنة يعني كمان بساعات معينة، يعني مثلا ال 10 لل 5 لا يسمح بإدخال، أجلكم الله الدواب علشان يحرثوا عليه، لا يسمح بإدخال أي مواد مثلا للحصيد، الأشياء تعتبر ما شيء يهدد أمنهم، يعني إذا الواحد دخل المنجل أو دخل شيء هذا ممنوع يدخل، هذا ممنوع. يعني لا عفوا. يقصد أرضه ولا حتى يكيم الشوك منه، ولا إنه يقدر يجد زيتون. فهاي هي معاناتنا احنا حتى الان، معاناتنا، لان على باب البلد في بوابه صفراء يتحكم فيها الاحتلال اي وقت بيفتحها واي وقت بسكرها. في وقت اقتطع كما ايضا شارع استيطاني يربط المستوطنات الضفه بمناطق 48 على ارض نعلين، اقتطع في منها حي كامل اسمه حي المهلل، اللي هي زادت معاناتهم في تلقي الخدمات المقدمه للمواطنين، ابتعاد اللي عنهم عن المدارس، عن رياض الأطفال، عن المراكز الصحية.
يعني. وكمان اذا بدهم يطلعوا شارع الاستيطاني لازم لما يفوت على الباب بدهم يفوت عن طريق الشارع الاستيطاني، ايضا عليهم خطر لان ما بقدرش اي مواطن يقدر يمشي على الشارع هذا من سرعة السيارات، وكمان المستوطنين ما في لهم امان. لما كنت عضو بلدية نعلين لفترة طويلة قمت بعمل كتاب أو كتيب عن البلدية أو البلدة، احكي لي شوي عن هذا الكتيب. أول شيء جتنا الفكرة إحنا نعمل بروشور أو نشرة عن البلد تحمل اسم مسمى البلد، لأنه فترتنا كانت فترة إقامة الجدار الفصل العنصري، وكان في زوار لنعلين كثير، وكان يعني بدنا مش الكل كان عنده نت ومطلع على السوشيال ميديا، طيب فكلنا كل وزائر لنعلين لازم إحنا نعطيه نشرة أو نموذج يعني للتعريف، فكرة حلوة. وكمان انه يكون انه مدرج في ارقام هواتف سكان البلد كدليل، منه كدليل استعمل الانسان منه كدليل للتليفون، ومنه لمعرفة اهل البلد او المغتربين او زائر البلد، لمعرفة البلد عن تاريخها عن عائلاتها سكانها عن مقدراتها المشاكل اللي بتواجه فيها نعلين. فمن منطلق هذا التوجه، من منطلق هاي الفكرة، احنا بدأنا نجمع معلومات عن البلد عن أصحاب الخبرة، عن من كبار السن، من ناس عاشروا النكبة، ناس عاشروا النكسة في 67، وقدرنا نجمع الله المعلومات هذا الكتاب. يعطيكم ألف عافية، يعني صراحة عمل رائع. هون أعضاء البلدية، هذا لما كنت أنت عضو من أعضاء البلدية، أيوة صحيح؟ كنا احنا، أيوة صحيح. أختي شامية، يعني أنا بدي أشكرك شكر جزير، بس في النهاية بدي أعطيك دقيقة توجيها رسالة لأهلنا في المغترب وكل واحد بيسمعك اليوم. بالنسبة ل أنا متأول شيء بتشكرك كونك إنك يعني أنت فلسطيني الانتماء، رغم سكنك البعيد لكن قلبك وقالبك فلسطيني، متشكرين لك من كل ساكن فلسطين حر هذا واجبنا، هذا لانتمائك واجبنا. لوطنك، وكمان لوقوفك معنا بهذه الدقائق. أنا بوجه رسالة لكل إنسان فلسطيني، مش بس لأهالي نعلين، فلسطين تستحق منا إنه الانتماء. فلسطين جميلة رغم هذا الشوك الاحتلالي فيه، فلسطين الله سبحانه وتعالى حباها بوجود المسجد الأقصى، حباها بالبركة، حباها بالرباط، فمن سكن فيها فهو مرابط. لا ننظر للقضية الفلسطينية أو لفلسطين بصورة سوداوية، بالعكس إحنا متفائلين جداً، إحنا أصحاب حق، إحنا أصحاب الأرض، إحنا المرابطين، إما نحن أو نحن، فلا غيرنا يكون في هذه الأرض، هي لنا وليست لغير سوانا. أبدعتي، أوجزتي، و تسلم يعني كلام من زيتونة فلسطين لا يخرج إلا هذا الكلام النقي غير بعدك، الرائع الجميل. الله تسلم الله يحفظكم، بعدك، تسلم ونتمنى شكرا. لكم إن شاء الله كل الخير والبركة. نراكم في حلقات أخرى مشاهدينا، اللي إن ما شاء حضر الله، حلقات سابقة يروح على حلقاتنا على اليوتيوب كلها موجودة. يعطيكم العافية، سلام للجميع. في أمان الله.